استعرضت المملكة العربية السعودية اليوم بجنيف تقريرها أمام لجنة حقوق ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة. وأكد الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمة المملكة أمام اللجنة الأممية اتخاذ المملكة العديد من التدابير لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وهي منسجمة مع المعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. قدمت المملكة تقريرها اليوم عن الإنجازات وما تحقق في إطار تطبيق فقرات الواردة في مواد الاتفاقية على أرض الواقع، وهي الإنجازات التي ولله الحمد نفخر اليوم بتقديمها أمام خبراء اللجنة الذين أبدوا ملاحظاتهم وأيضا أبدوا أسئلتهم عن الجوانب التي تضمنها التقرير، والتقرير كان شاملا لكل ما ورد في الاتفاقية. تقرير المملكة العربية السعودية تضمن رؤية المملكة 2030 وخطط وبرامج تمكين ذوي الإعاقة من العمل والتعليم، وكشفت المملكة عن مضيها قدما نحو حماية وتعزيز تلك الحقوق، وذلك انطلاقا من المبادئ الدستورية والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا شك أن الانطباع السائد هذا اليوم الذي لاحظناه هو إيجابي، لأن وفد المملكة في الواقع يشتمل على الأشخاص المؤهلين تأهيلا عاليا وهم من ذوي الإعاقة، وقد تحدثوا بأنفسهم عن الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في المملكة. واستعرض الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس وفد المملكة التشريعات الوطنية والأطر المؤسسية التي أنجزتها المملكة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة كإطار قانوني، وأشاد الخبراء وممثلو الدول بالمجهودات التي وردت في تقرير المملكة العربية السعودية أمام لجنة خبراء الأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية أكدت أن التدابير التي تتخذها لحماية ذوي الإعاقة هي المعايير الدولية للأمم المتحدة ومنظماتها. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.